ارجع بقى لافلامك الجميله في الهام هانم بقى، كنت دنيا حاجه تانية خالص. احكي لي بقى عن ذكرياتك مع الاستاذ احمد زكي والبيه البواب. احمد زكي لا يكرر، واحمد زكي كان في الفيلم ده يعني مش انا اللي هقول رايي، الناس كلها عارفه. هذا الانسان اللي صنع من نفسه نموذج فني وإنساني لا يقلد، مفيش حد يقدر يقلده. لما يبقى بواب، ولما يبقى السادات، ولما يبقى جمال عبد الناصر، ولما يغير جلده ويغير صوته ويغير ملامحه ويغير نفسه، ده شيء عبقري جدا جدا. في البيه البواب شوف كان هو بواب. ذكرياتي معاه في الفيلم ده ذكريات رائعة جدا ومؤلمة كمان في نفس الوقت، لأن ضربت منه كتير قوي. أحمد زكي مش أنا لوحدي اللي بقول، كل الفنانين اللي اشتغلوا معاه. بس أنت كنت مختلفة يعني يعني الحقيقة شوفي حضرتك عملتي أدوار كتير جميلة ومختلفة، لكن دورك في البيه البواب يعني معلم اكيد الناس كتير جدا، طبعا في ادوار كتير لسه هنتكلم عليها، لكن دورك في البيه البواب مع الاستاذ احمد زكي وازاي خدعتي بواب العماره في الاخر هو انتقم منك انتقام يعني. انا فاكره ان انا ضربت منه قلمين مش هنساهم لغايه مندهش ان بعدها على طول عملتوا مع بعض فيلم اكثر جمالا هو البدايه، كان معاكم المخرج الكبير صلاح ابو سيف، استاذنا جميل راتب، يا سلام، استاذ حمدي احمد، شوف هقول لك الفيلم يسرى ده الجميلة من أجمل الذكريات اللي عشتها في حياتي الفيلم ده.